قشته وواضح أن غالبية الأمريكيين من الديمقراطيين والمستقلين والجمهوريين أوضحوا بجلاء بأنهم يدعمون بقوة خطة الإنقاذ الأمريكي. وبالأمس من خلال تبني هذا القانون في مجلس النواب تم سماع هذه الأصوات وتم ترجمة ذلك في مشروع القانون هذا. وأعتقد أن هذا التشريع التاريخي يعني إعادة بناء العمود الفقري لهذه البلاد ومنح الطبقة الوسطى الفرصة أخيرة. وأنا سوف أقول الكثير عن ذلك في هذه الليلة وفي الأيام المقبلة، ولكن في غضون ذلك سوف أقوم بالتوقيع على مشروع القانون هذا، ثم سوف ألقي كلمة لاحقا وأتحدث بعد ذلك عن هذه المسألة، ولكن سأركز على الفيروس وهذه الجائحة وكل ما يتضمنه مشروع القانون هذا بدءا بيوم الجمعة واستمرارا خلال الأسبوع المقبل. شكرا لكم جميعا على حضوركم. شكرا لكم، شكرا جزيلا لكم.